ارجع وارحب فيكم اعزائي المشاهدين، مستمرين معاكم في مساء الامارات، ووصلنا الى الفقره اللي كلكم تتريونها كل خميس، الفقره الفنيه. فنانتنا اليوم بدات فنانتنا مشوارها الفني منذ الطفوله، واكتشفت ان لها صوت جميل واذن موسيقيه. غنت الكثير من الاغاني بعده الوان، وانطلقت الفنيه الحقيقيه، كانت من الامارات ومن مهرجان هلا بالضيف في دبي سنه 1998، وبعدها حلقت في فضاء الفن. ما بنتكلم وايد عنها، خلي هي تتكلم عن نفسها. الفنانه نور العمر، نرحب فيك في شاشتنا الضفراء وفي مساء الامارات. يا هلا ومرحبا استاذ. حبيبه قلبي، مساء الخير عليكم. مساء النور والسرور والجمال كله، ما شاء الله عليك. طبعا رحب فيك يا نور، الله يحفظك ان شاء الله. وايضا رحب في محمد الشمدين العازف الاورج معانا، ايضا مشرفنا اليوم. يا هلا ومرحبا. انا وايد عيبتني الكرفته صراحه، ممكن استعيرها بعد الحلقه؟ خلاص اوكي، بعد الحلقه يا جماعه باخذها. يا هلا ومرحبا. طبعا نور منوره معانا تبارك الرحمن، يعني نورا على نور مثل ما يقولون. نحن عاده نبدا برنامج أو نبدأ الفقرة الفنية بتعريف عن الفنان بصوته. لك حرية الاختيار بالأغنية اللي تبينها، والمايك عندك ومحمد عندك، خذي راحتك. أتغلق مغالي وأضيع أنا في الدار، وش صار وش صار لي هالقلب، حب وعشق وانحب وأنا أدري إنه صعب، وش صار وش اللي غيرني، ما عدت أعرف لي، طبيت في المطر عيار كانوا يسموني، منهم يعرفوني مالي أنا والحب، ما دام في بالي الخالي أتعلق بغالي وأضيع أنا في الدار، وش صار وش صار لي حسيت بالبحه الجبليه فيها؟ حسيت فيها صح؟ بحتها بحه جبليه تبارك الرحمن. طبعا وسوريا ولاده الفن فعلا سوريا، وخصوصا منطقه حلب، صحيح؟ يعني المقاديد الحلبيه اللي يقولونها مش سهل حد يوصلها تبارك الرحمن. فعلا انت جاي من منطقه ما شاء الله عليك. نور ما شاء الله عليك. طبعا يعني احنا تويتر يقول لا تسالون اسئله، خلوها بس نغني. معجبينك بس يبون غني. احنا جايين صمديقه. نور ما شاء الله عليك. طبعا انت يعني بديتي الفن في 98، يعني فتره مش بسيطه صار لك في الفن ما شاء الله عليك. لكن قبل 98 خبرينا عن كيف كنتي؟ بدايه يعني حياتك نور الطبيعيه كيف كانت؟ حياتي الطبيعيه كنت بالمدرسه ومشاغبه جدا. جميل. ما بحب الدراسه بصراحه. عادي عادي. بس ما تعبدين صور. ما كنت تنقزي من السوق؟ ما في قفز. لا ما في، كنت ادرس هون بالامارات، انا كنا عايشين هون في دبي. يعني ما قفزت في حياتها من الاخر، لان مدارسنا عندنا اخصائيين اجتماعيين كذي. ما فيني لا. حلو. كنت تغني في المدارس في المدرسه؟ كان في كنت تغني بعيد الاتحاد دائما، كانوا انا مطربه المدرسه ومبسوطين فيني وفرحانين فيني، كنت اطلع على المسرح واغني لهم هيك بالجينز وكذا ومبسوطين فيني، دائما بعيد الاتحاد انا المطربه طبعا. باص المدرسه كنت تدقين على الباص وكذي نفسي؟ لا يعني بس كنت اغني دائما، افتح الشباك وغني. اتغني من الشباك؟ يعني يزهقوا مني رفقاتي، حاجه تغني حاجه. غني برا. غني برا. ما شاء الله عليك تبارك الرحمن. اذا تكلمنا في اول البوم سويتي، خبرينا بدايه الالبوم هذه. هلا بعد مشاركتي بهلا بالضيف، كان اول برنامج باول مهرجان تسوق بدبي، اخرجه سيمون اسمر. كان البرنامج عبارة عن متسابقين، يا إما اثنين بنات أو اثنين صبيان بيغنوا والجمهور يصوت مين يربح. جميل. وفي كل حلقة بيكون في نجم ضيف للحلقة. جميل. كانت ضيفة بهذاك اليوم الله يرحمها الصباح. الله صبوحة. يرحمها. يعني أنت طحتي ما شاء الله تبارك الرحمن في عولمة، في عمالقة الفن يوم طحتي فيه. وهي حبتني كثير على فكرة، وقالت لي تشبهيني، عيونك صغار مثلي وهيك. ما شاء الله عليك جميلة، ما في داعي أشبهك بحد يعني. وغنيت أنا، وغنيت كمان كان في متسابقة. نعم. وأنا ربحت.
الحمد جميل لله. بس هذوني ساعة رجالية ما استفدت منها ابدا. هذا القهر، انتم يا ريالين دوم مغصصين كل مكان اطلع لك هدايا كل مكان يطلع لك. ليش ساعة يعني ما بعرف هو هيك كان السيستم تبع. لا هو يمكن انه صوتك حاد تبارك الرحمن فقالوا هذا. لا مو معقول. لا دليل يعني على قوة الشخصية. هو هيك الجائزة كنا توهق لك الجائزة الحين يا جماعة. خلنا في شغلتي اول ما غنيتي هناك في هذا المشاركة غنيت اغنية لبنانية. جميل. وبعدين من بعد انطلاقتي بالبرنامج اجى شركه انتاج اسمها ميوزك بوكس انترناشونال تبنوني وعملت اول البوم كان عمري لسه 15 سنه. ما شاء الله عليك. انا صراحه حبيت صوتك حبيبتي، ويعني كثر الكلام ما له فايده لانه يوم يحضر الصوت الجميل يجب ان يسمع وياخذ حقه، فانا يعني بعد اذنك ابغى اسمع صوتك. ايه تكرمي. الله يسلمك. تكرم عيونك شو يردون عليها؟ ما ادري والله. يعني. تسلمي تسلمي تسلمي, تسلمي. شو بتسمعين؟ خبرينا. شو بتحبوا تسمعوا؟ على راحتك. في مثل يقول لك لا تغني، لا تقول لمغني غني لما يغني بروحه. فانت خذي راحتك وغنيها. طيب نغني غنيتي. انا سمعتك ورا الكواليس كنت تغنين طياره، كانت طياره ورا طياره طياره. خلينا نسافر شويه، الدنيا صيف، خلينا نحر. بحبها كثير لطياره، دائما انا احب الطياره وايد. وذبحني على ردها بالشراب، وهو بسلام يسامحني انا ارجع لطيارة طيارة طيارة طيارة. وهو بسلام يسامحني انا ارجع لطيارة طيارة طيارة طيارة. متى بنركب الطيارة يا جماعة؟ الصيف حل علينا ونسافر. ما شيء رمضان الحين ما في سفر. بعد رمضان ان شاء الله بسافر. ان شاء الله سفر عقب رمضان. بينكم هدايا كلكم معي. اكيد طبعا. طبعا نور انت ما شاء الله يعني في المجال الفني قلنا من فترة يعني كان صغيرة يوم طلعتي بأول ألبوم. بعد أول ألبوم كيف شعرتي بنفسك في العالم الفني؟ بصراحة انظلمت إعلاميا فما أخذت حقي وضليت بركود فني. نعم. فترة حتى رجعت أنتجت كمان ألبوم على حسابك الخاص أنتجت؟ لا شركة نفسها. جميل. بس كان في مشاكل بالشركة وهيك، فدائما في تأخير بيكون طبعا شركات الإنتاج معروفة عنها التقصير دائما. فرجعنا أنتجنا ألبوم بس كان الطابع مصري. كان اسم الألبوم لسه زي ما هو. أغلب الألبوم كان ألحان الملحن الفنان وليد سعد وكلمات هاني عبد الكريم ومصطفى مرسي. ما شاء الله. وكان التسجيل بمصر حتى، وصورت 3 كليب بمصر كمان. جميل. كان في نفس الألبوم ما شاء الله. بنفس الألبوم كان عندي موسوعة منيحة، بس كمان نفس الشيء بنظلم إعلاميا. تحسي انه بنتج وبحطه بالدرج للكاسيت عادي. لا نحن صراحه من هالمنبر ومن مساء الامارات نطالب شركات الانتاج والناس الداعمه لهالموضوع انه موهبه جدا جميله، يعني صوته تبارك الرحمن لا يعلى عليه، يكفي نبره الجبليه اللي موجوده، انا جدا اعشق النبره هذه. بمناسبه انك قلتي غنيتي في مصر وغنيتي بعد اغاني مصريه، هل تتقنين اللغه المصريه؟ هلا بالكلام ما بعرف كيف، بس لا بالغنى في الاغاني. بالغنى طبعا، ما انا نحن اجمالا بالشغل لما بيكون عندنا حفلات. جميل. مو بس بنغني الاغاني الخاصه، بنغني الطرب، بنغني كل الالوان، اكيد ام كلثوم ورده، بغني حلبي، بغني خليجي. مطلوب. انت ياسه تفتحين ابواب على عمرك ترى. انا عشاقه، انا عشاقه للاذن الموسيقيه ترى. زين اذا بنقول شنو بنغني المصري مثلا، ايه رايك نروح على مصر ام الدنيا؟ نروح على مصر ام الدنيا. ما دام كنا في طياره خليكم لورده شيء. الله عليك. يلا يا جماعه انا اليوم ياسه في الاستديو ما بروح البيت. اكذب عليك دو. أنا عشقي وردة وايد أحبها. اكذب عليك
اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك اكذب عليك لو قلت نسيتك همسى اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك اكذب عليك لو قلت نسيتك همسى اكذب عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بر ولا ارسى عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بر ولا ارسى عليك انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي يسلم صوتك تبارك الرحمن فعلا تبارك الرحمن انا ودي احب ورده انت مو خليتني اتكلم ورده بتحبني ما خليتينا ريم ومطيانه فرصه ترى ما شاء الله تبغى تسمع ما شاء الله عليك خلاص خلاص انا بسكت وروح على السوشيال ميديا لا لا مو على السوشيال ميديا بالنسبه للكلمه ترددت يمكن اكثر من مره وانت ايضا ناديتي بانه يكون في هناك يمكن ثوره اعلاميه خاصه فيك فظلمتي اعلاميا هاي الكلمه يمكن نوقف عندها شوي نتحدث عنها اذا ممكن هل هو مسؤولية الشركة أو أنت لم تكوني نشطة بما فيه كفاية لتنشري نفسك إعلاميا؟ هلا أنا انشغلت كعمل كان عندي حفلات وكذا أكيد في تقصير مني بس كمان ثابت أنه يصير معي مواقف غريبة يعني أنه تجي شركة توقع معي بعدين تفسخ تجي شركة ثانية توقع معي بعدين تفسخ ما أعرف السبب يعني وهذا اللي يصير معي بصراحة نعم جميل يعني تعرضت للكذب كذا مرة بصراحة هو فعلا يعني نحن اكثر الفنانين يتكلمون في هالموضوع يقول ما في مصداقيه ما في مصداقيه صحيح للاسف رغم انه نعمل كونترا وكذا وتلاقي مثلا انه الشركه هي اللي لاحقتني انه بدنا اياكي وبدنا من يمسكونك خلاص تماما يلا ما عليه معوضه هل فعلا تؤمنين ان المغني ممكن انه يمثل ممكن انه يكون اعلامي ممكن انه يكون في كل هالمواصفات ولا مثل ما نحن نقول ببالين كذاب الواحد يختص بشيء واحد انت شو رايك هلا انا بحس انه الفن اجمالا هو موهبه جميل صحيح يعني ممكن انت تمثلي مثلا وشك مثل القمر فيك تطلعي حبيبتي الله يخليك صراحه لا تمثلي وانت كمان شخصيتك خلف الكواليس كوميديان وكذا هي تمثل هي ترى ما شاء الله انا امثل واطلع مسرح يعني ايه انه اوكي شفتي كيف انه الفن موهبه ما انا محدده بس انا بحب انه الشخص يثبت نفسه بمجال معين وبعدها ممكن اذا بيشوف حاله انه ممكن حابب يغير يعمل شيء انه اوكي بس بالاساس تكون موهبه طبعا وحده اللي يختص بشي فيها جميل جدا حلو في كثير فنانين شفناهم بمثلوا بس في ناس فشلت في هالموضوع يعني اخذوها كتجربه حظ تجربه حظ بس صحيح. للاسف انه يعني ما كان عندهم خلفيه عن الموضوع اللي دخلوا فيه وفشلوا فيها فالواحد فعلا لازم يختص في مهنه معينه مزمون. تقول لا انه يا مطرب يا ممثل يا كذا وباقي ياخذها كهويه او صحيح. كهوايه مثل ما يقولون صحيح, صحيح عبد الله طبعا انا بدخل على الانستغرام شويه تعب عبد الله ملك الانستغرام عندي ملك الانستغرام عبد الله طبعا السوشيال ميديا طبعا التواصل الاجتماعي الان يمكن اصبح اهم من شركات اللي هي مسؤوله عن التعريف بالفنان وايضا المسابقات الاعلاميه اللي يسوونها حق الفنان انه يشتهر بشكل كبير في التواصل الاجتماعي انت معينه حد شركه معينه او حد مختص لانه يقوم بدور نشر صورتك نشر صوتك بصراحه لا يعني انستغرام فيسبوك تويتر هدول حسابات خاصه فيني انا شخصيه يعني ف وما حدا موكل فيه ينزل صوره انا بعمل سيلفي وبنزل وكذا مباشرة بس ما كنت مستخدمتهم كتواصل فني حتى في ناس كثير عندي ما بيعرفوني فنانه نعم لانه تغير شكلي شوي على المدى منخاري صغر شوي كذا تغير لون شعري تغير حلو حلو انا اللي ملاحظه فعلا ان الان اتجول ان معظم الصور سيلفي ايه صح ايه يعني الصور معظمها 99% سيلفي
ما بعرف ما بيكون في حدا، بكون دائما مسافره مثلا تونس اربيل دبي لحالي بقعد طق طق. صافي بعدين الحين الموضه متسق في عبد الله، بس يبالك العصا هذه بس السيلفي جبتها جبتها جبتيها؟ ايه هالسنه الصوره يا جماعه نوعدكم الصوره الجايه تكون بعصات السيلفي من الفنانه. لا انا هالسنه جبتها صوره سيلفي، وهاي السيلفي طبعا بس هي تستخدم سيلفي مع المرايه. ايوه هذا ما يعكس الصوره. لا بس في سيلفي مع العصاي بس مو باينه. في في طبعا انا بشوف العصاي. انا بعطيها العلوم من عندي كريم، انت تعرفين في مجال التواصل الاجتماعي وكيف ان الشخص ممكن يعين شركه صحيح توصله الى المشاهدين بشكل اكبر من التلفزيون حتى صحيح. وبالهذا خبرينا. على فكره كنا نتكلم في نفس الموضوع ورا الكواليس، كنت ياسا اقولها نفس الفكره يمكن داخل واعطيتها كم فكره فعلا، لان السوشيال ميديا الحين فعلا صار اهم من كل الشركات الانتاج. انت تفرض نفسك في هالساحه، وفي فعلا شركات تتولى اذا انت مثلا مشغوله في حفلاتك الخارجيه او في حفلاتك الخاصه، في شركه تتولى لك من الالف لين الياء، ياخذون صورك ينزلونها، يتكفلون بكتابه النص اللي موجود داخله، يكونون دائما في تواصل مع جمهورك، لان القطيعه طبيعي اي قطيعه في اي مجال ممكن يصير فيها برود. صح طبعا، فالتواصل جدا جميل في هالموضوع. بعدين بعطيك انا نصايح على السوشيال ميديا. زين انا في صوره فهمتها، يعني في صوره امامي الحين انكم مشاهدين ايضا يشوفونها، فهمت هالصورة بس هذه ما فهمتها. نص نص ومية مية. هلا خبرك قصتها لهي. هلا شخص من الأصدقاء عندي على الفيسبوك فانز يعني معجب فيني جدا، فكنت منزلة هاي الصورة، قام لي نور بليز نزلي هاي الصورة، أنت بتش مثل القطة بتشبهيها، فأنا حطيت لك وجهك، حط لي إذا لاحظت في ميك اب مرة ثانية هن قطتين، واحدة شوي شريرة واحدة ملائكية، وحسب ما في ميك اب وفي ميك اب. ايوه هي. انا ابغى اشوف الثانية بليز اللي ادورها. اي هذه والله في واحدة ثانية ما شفتها الحين. اي صحيح. اي حتى عكستيها مع ال هو عمل لي اياها، قال لي بليز نزلي، قلت له اي تكرم. مثل هذه لهم اللي ينشرون ترى. يعني صحيح. مثل هاي الاشخاص ان هاي هم ايضا يساعدون الفنان بانه يشتهر، لانه يكون عندهم فان ايضا اذا هم يقومون بشيء مباشرة بدون ما حد يسألهم. كثير ناس بيبعثوا صور كمان. جميل. انا اطالبك ان انت تهتمين في السوشيال ميديا. حاضر علنا حق جمهورك عليك انك تكون في تواصل فيه. خلاص حاضر حاضر. الله يسلمك. عبد الله وين نسمع شيء؟ نسمع شيء؟ بس يلا نسمع شيء. احنا طمعانين في الصوت الحلوة ما نقدر. يعني نتريا من خميس لخميس عشان نسمع. اول البوم اصدرتيه واكثر اغنيه حبيتيها او ثاني البوم اكثر اغنيه حبيتيها؟ على راحتك اللي تحسين فيه غني. اللي اخذناها من الله اخر ما كان في بالي. اخر ما كان في بالي اشتكى علشان يكون جنبي وبكى، فين الكلام اللي اتحكى ايام زمان، فين لما قلبك اشتكى علشان يكون جنبي وبكى، فين الكلام اللي اتحكى ايام كلمات جدا جميلة. هاي كلمات اختيارك. كلمات ايه كلمات اختياري. كلمات اختيارك من الشاعر؟ وفي شاعر كان اخر ما كان في بالي هاني عبد الكريم، يا مصطفى مرسي مشان ما اكون مخربطة. كلهم خير بركي بس جدا جميلة كلمات تحية طبعا حلوة. جميلة كلمات الاغنية وهذه ملحن كمان. صدق والله انت وين مع هالكلمات وهذا الطرب فعلا والله وين موجوده؟ انا انقهرت صراحه يعني انا زعلت. لا انت بانك انت مجهود لازم يكون شخصي، الفنان يبي يعرف بس المفاتيح ومن خلال هالمفاتيح تتفتح كثير ابواب، وان شاء الله نحن نتمنى لك احنا كل التوفيق طبعا. الله يخليك. انا انبسطت كثير فيكم وانتم كثير مهضومين صراحه، اول مره بطلع على الهواء. ريم ريم لا بعرف اسمك ريم ولو بس
لبكتني حبيبتي. طبعا احنا يعني مريحين صحيح؟ ايه اول مره بطلع وعن جد ريحتوني وميرسي كثير لكم، ميرسي للبرنامج، وبتمنى تكون خفيفه على الجمهور. لا خفيفه ما شاء الله، واحنا مطالبات بيقولوا لنا وجميله وراقيه بوجودك وبصوتك وبكل حضورك ما شاء الله عليك فعلا نور. واسمك جدا رائع، انا وايد عجبني اسمها نور العمر. كنت فكر احس انه انا اسمي نحس ما عم يصير جدا رائع. على فكره انا اسم اختي نور، نور العمر جدا رائع ما شاء الله عليك. ان شاء الله منا للعالي منا وتوصلين لكل اللي تتمنينه، ونشوف لك يعني بوستراتك في كل مكان باذن الرحمن يا رب. تسلمي لي، ميرسي كلكم ذوق. شكرا طبعا. نحن في مطالبه عندنا، يمكن وصلنا لنهايه الفقره، وفعلا نحن نختم اليوم مع وجه جميل وصوت رائع، وفعلا نحن سعيدين بتواجدك معنا اليوم. شو رايك في اغنيه الاماكن؟ نختم في الاماكن؟ اي على عيني. نحن ان شاء الله نحب نختم مع المشاهدين، وانت بتختمين معهم بطريقتك مثل ما بديتي بتختمين. يا اول شيء انا اشكرك اختي نور العمر، وايضا اشكر الاخ محمد شمدين العازف معنا اليوم، واشكر كل اللي موجودين معنا في الاستوديو. اما انتم مشاهدينا فالشكر الكبير الموصول لكم دائما وابدا. لقائنا ما يكون معكم ان شاء الله يوم الاحد القادم في امان الرحمن. اعزائي المشاهدين مثل ما وعدناكم ونحن نوم فيها كل خميس اللي هي السهره الفنيه مع الصوت الاصيل والطرب الجميل، معكم نترككم مع نور العمر ومع العازف محمد، ان شاء الله ان نقدر نطرش لكم الصوره اللي موجوده من داخل استديوهات مساء الامارات وقناه الظفره الى بيوتكم مثل ما هي موجوده معكم. الى لين يوم الاحد ان شاء الله نتلاقى معكم على خير، تصبحون على ألف خير. الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك، والحنين اللي صرب روحي وجالك. ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاق لك، في